تمضي عمان إلى حقبة تكنولوجية جديدة. أنشأنا منصة رقمية لرجال الأعمال والمستثمرين لتسهيل إنجاز الأعمال التجارية بسرعة أكبر. إطلاق عالم أوسع من الفرص لدمج الإجراءات وتحسين كفاءتها وأتمتة الخدمات. عماننا البوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية، المنصة الوحيدة للوصول إلى جميع الخدمات الإلكترونية. لكي تبدأ عملك التجاري تحتاج إلى سجل تجاري جديد عبر بوابة استثمر بسهولة التابعة لوزارة التجارة والصناعة. يمكنك الحصول على جميع المعلومات حول أي نشاط تجاري بسهولة من خلال قسم التصاريح والتراخيص، كما يمكنك الحصول على استشارات حول اختيار نوع الشركة ونموذج الشراكة وغير ذلك. ولتبدأ مشروعك، صندوق رفد يقدم لك دعم مالي لتلبية احتياجات أعمالك التجارية. ويمكنك الآن أيضاً إعداد ضرائب الدخل الخاصة بمنشأتك والبيانات المالية عبر الخدمة الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة المالية. وبإمكانك معرفة جميع المناقصات الحكومية والتقدم إليها إلكترونياً عن طريق بوابة المناقصات الإلكترونية، كما تتيح لك وزارة القوى العاملة التقدم إلكترونياً بطلب الحصول على تصاريح العمل من خلال بوابة خدمات أصحاب الأعمال في موقع الوزارة. في حال واجهت أي شكل من أشكال الفساد أثناء مزاولة عملك، أبلغ عنها عبر خدمة الشكاوى التي يتيحها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. كما تمكنك وزارة التجارة والصناعة من معرفة وتتبع حالة أي طلب تقوم بتقديمه إلى الجهات الحكومية إلكترونياً. بمجرد تسجيل دخولك لأي نظام حكومي إلكتروني ستتوفر لك جميع المعلومات الخاصة بمؤسستك ولن تحتاج إلى إدخالها في كل مرة. وفي حالة رغبتك في إغلاق عملك التجاري، فما عليك إلا تصفية وإلغاء السجل التجاري عبر بوابة استثمر بسهولة التي توفر لك معلومات عن كيفية إغلاق الأعمال المسجلة في سلطنة عمان بشكل قانوني ورسمي. الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بسهولة يحسن من الكفاءة ويثري تجربة المستخدم ويعزز مستوى الخدمة، مما يؤدي إلى تحقيق النجاح للجميع.